صباحك. شكرا علاء واهلا وسهلا فيكم نجيب مشاهدينا. اذا نحكي عن مشروع فوشيا، مشروع للمناسبات الافراح، احنا هيك يعني مع بدايه صيف، وقديش مهم كمان انه كل هاي الزينه الافكار الجديده اللي بنشوفها في سواء حفلات التخريج الاعراس. رح نتعرف على ريام علان ومشروعها. يسعد صباحك يا ريام. صباح الورد، يا هلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. بدايه خلينا نتعرف عليكي، انت شو درستي، كيف بداتي في مشروعك، ومن امتى بلشتي فيه؟ ريهام علان درس تخصص جرافيك، مشروعي اللي تقريبا في 4 سنين على ارض الواقع، وكنت سنه اونلاين. مشروعي ما بيختص بس بالعرايس، عندي افكار التوزيعات، الهدايا، المطبوعات، اشغال يدويه، الكروشيه، الصابون، يعني زي ما تحكي جمعه من كل شيء بخص المناسبات جميعها. شو اللي خلاكي تبلشي فيه؟ من وين اجتك الفكره؟ اجتني الفكره، انا من الناس اللي بحب الشغل اليدوي، بحب هاي الامور كلها. رحت لمجال فيه الجرافيك، زي ما بتعرفي احنا عندنا شوي صعوبه انه للواحد يلاقي شغله وهي الامور، فحلو انه يروح لمجال هو بيحبه حتى يبدع فيه وينتج فيه. وفوشيا من وين جايه؟ من لون فوشيا. طبعا لون فوشيا، صح؟ غير لون فوشيا، في نبته اسمها لون ورده الفوشيا، فجمعت بين اللون والورده، وكمان اسم زي ما تحكي حركي مش جامد كتير، الناس بسهوله انه بتقدر تحفظه وتردد الاسم. جميل، يتكرر. طيب انت بلشتي من 4 سنين تقريبا، صحيح؟ خبرينا كيف كانت البدايه وكيف طورتي الشغل خلال هاي السنوات. بدايتي كانت بشيء كتير بسيط، اني اشتغل بالمطبوعات، الكاسات لزباين الاونلاين، كنت اشتغل بشركه وانه بالوقت الفاضي اشتغل فيه للصبايا اونلاين. شوي شوي حسيت انه مشروعي عم ينجح، في عليه اقبال كثير، زوجي كان داعمني بالدرجه الاولى، بلش معي بالخطوه، لما شفنا انه علينا حركه وهي الامور حبينا انه يكون المشروع على ارض الواقع. كل التوفيق يا ريهام. طيب خبرينا الاشياء اللي جايبه لنا اياها اليوم، هي جزء من الاشياء اللي بنشوفها احنا في حفلات العرايس، صحيح؟ حفلات كمان التخريج، فخبرينا كيف تشتغلي. هلا حاولت اركز اليوم هون على الاعراس. في عنا الزبايا زي ما حكى الأخ عبيد إنه مناسبتنا ما بتكمل بهدايا تذكارية صغيرة، فحبيت أجيب شغلات كتير بسيطة من اللي بنتجها. في عنا وشاح العروس، هذا ما في عروس ما بتستغني عنه بيوم عرسها. في عنا دفتر التوقعات ودفتر الذكرى بنسميه إحنا، بيوقع عليه الضيوف وأي حدا بيحضر الفرح، لتضل ذكرى لبعد سنين، لأنه هاي ما بتضل ذكرى يوم ويومين وثلاث وعشرة، بتضل لسنين قدام. أي صبية بتحب يكون عندها فكرة لتبدل الدبل بيوم عرسها، فإحنا عم نشتغل على هاي الأمور، في عندي أكثر من فكرة مثل هاي. وهاي في كتير شغلات تانية داخل المحل بتكون معروضة. في عنا في بيتنا عروس، في منها أكثر من خامة، بنحب نجمع بين كل شيء، الفوم والخشب. الخشب زي ما أنتي عارفة شايفاها سوري، ممكن نحط فيها أسامي العرسان كمان إنه ما تضل في بيتنا عروس. عندك أفكار التوزيعات، في أكثر من فكرة، كالشوكولاتة بنغلفها بنحط لها أرضية حسب طلب الزبون، يعني في كتير أفكار. في عنا كمان الأفكار اللي بيحبوا الصبايا يتصوروا فيها بال زي أنا العروس، أنا العروس المنتظرة، صحيح؟ هلا إحنا هون الحلو فينا إنه ما بنجمد على فكرة معينة بس بتكونوا بنعملها، بنشوف إيش العروس بدها تصميم، إيش بدها خيارات، إيش بدها كتابة. طيب جميل، يعني هي بتحكي لك بعض الأفكار ولا أنت كمان تقترحي عليها؟ هلا هي بتحكي لي إيش أنا بحب أشوف إيش ببالها، وبعطيها كمان خيارات تانية إنها تقدر تشتغل عليها. أنت بتتابعي مثلاً على المستوى العربي العالمي إنه شو الأفكار الجديدة اللي بتطلع في هذا المجال؟ صحيح، هلا أي حدا بيبلش بهاي الأمور لازم يضل معاصر ايش في حواليه، ايش الناس عم تشتغل، حتى تضل انها تبتكر الاشي الافضل دائما والاشي كمان الأجدد. عم نشاهد مجموعه من الصور اللي هي موجوده على صفحه فوشيا، صحيح؟ كثير يعني اي حدا بحب يطلع، موجود كثير صور، موجود كثير افكار وكثير شغلات على الصفحه. انا عشان ضيق الوقت والمساحه ما حبيت اني اتطرق لكثير مواضيع واجيبها، فاللي بيحب انه يشوف شغلنا اكثر بيقدر يتابعنا على صفحاتنا. جميل. طيب ريهام، احنا بنشوف يعني في تنوع بالافكار، يعني بنشوف اشياء مثلا زي هاي خشب محفورة على الخشب، أزاز كمان، هاي نوتيلا، نوتيلا صحيح محطوط عليها كمان إشي له علاقة بالاسم، اسم العروس، التاريخ، دي كلمة صغيرة تضل ذكرى للناس اللي راح يحضروا، صحيح؟ ففي أكثر من توجه، يعني كيف بتلاقي المواد الخام، مين بيساعدك في الحفر؟ مش إشي سهل إحنا بنشوفه، يعني هذا ما في إشي سهل وما في شيء بيجي بسهولة، بس مثل ما حكيت لك بدك تضلي متميزة، بدك تضلي بسوق، لازم تضلي تتابعي أول بأول الافكار، تنشئ افكار كثيره تساعد الناس انها تنجذب وتيجي لعندك. هذول انت بتوصيهم او حدا مثلا يعني فيك تحكي 99% شغلنا،
صحيح. انتم بتعملوا كل بتجيبوا المواد الخام والمواد. صحيح، يعني احنا بنبلش بالصفر، في عندنا مرايه بتكون كبيره، انا الوالد بيشتغل عندي بالمرايه وبالخشب، هو بجهز لي المرايه، انا بجيب اللولو والورد وبنسق حسب كيف انا بشوف حلوه او كيف الزبونه حابه. حلو، هيك الواحد بيكون عنده موارد. بالضبط صحيح، احنا فيك تحكي العيله كامله بهاي الامور. زين، في حدا بيساعدك كمان بالبيت؟ زوجي. زوجك بدنا نوجه له كل التحيه كمان، هو معك اليوم وداعم، وقديش مهم انه في يكون حدا داعم معنا. اكيد. طيب يعني خلال السنوات الماضيه كيف بتشوفي الناس عم بتزيد في هذا، عم تتوجه اكثر لانها تهتم بالتوزيعات، تهتم بالتفاصيل الصغيره، يعني مثل هذا شوفي كل التفاصيل، اول لقاء، عقد القران، الخطوبه، التواريخ محطوطه، فهي الاشياء صارت تاخذ صدى اكثر يعني. كل ما اجى الوقت، كل ما الناس حبت هاي الافكار اكثر، كل ما تشجعت فيها، كل ما عرفت انه لها اهميه اكثر، لانه زي ما حكينا التفاصيل الصغيره هي اللي بتضل للمدى البعيد. يعني مثلا انا بحضر زفاف صاحبتي، بروح الذكرى صغيره منها، هاي الذكرى بتضل عندي لسنوات. ممكن عندنا زي ما حكيت لك الدفتر هذا بضل عندي، انه بعد سنين بقدر اطلع عليه، من اجاني، من شاركني فرحتي. صحيح. طيب ريهام، خلال السنه الماضيه 2020 وكمان هيك يعني مع بدايه 21 اظن ما كان في اعراس، كان في مواسم. صحيح. حتى كمان الحفلات بلش كان في اختصار لها، تاثر شغلك في هلا كيف هلا بدك يعني تعوضي هلا بال 2020؟ ما في اي حدا ما تضرر من الازمات اللي صارت بالبلد على ناحيه شخصيه او كل الامور التجاريه، بس ما هيك يعني حبينا انه يضل احنا لنا صدى بالسوق، حتى لو ما كنا شغالين مثل الايام العاديه بنحب يكون لنا صدى، انه الناس ما تنسانا، انه اي واحد تاجل فرحه ما راح ينسى هاي الامور، راح يرجع ويطلبها ان شاء الله. ترجع الحياه مثل ما كانت ان شاء الله يا رب، والافراح عامره دائما حبيبتي ان شاء الله علينا جميعا. بتمنى لك كل التوفيق يا ريهام، مشروع جميل وواضح انه في اتقان وفي حب لهذا الشغل. شكرا لك. شكرا كثير، وشكرا لاستضافتكم الجميله، نورتينا. اهلا وسهلا.